التسويق السيد سامر طاهر. صباح الخير سيد سامر. صباح النور. حياك الله. يعني بداية أستاذ سامر تطلعنا على تفاصيل الفكرة النوعية بإنشاء معرض متنقل هو الأول من نوعه في فلسطين. فكرة المعرض المتنقل إنه المعرض هو يجوب المحافظات الفلسطينية بواقع يوم لكل محافظة. طبعا المعرض بيفتح بوابه يوميا للجمهور من الساعة 2 للساعة 8 المساء. المعرض احنا اليوم راح نكون في طول كريم، المعرض اليوم في يوم الخامس. كان اليوم الاول عندنا في رام الله يوم السبت، الاحد كنا ببيت لحم، الاثنين كنا في طباس، امبارح كنا في قليليا، واليوم زي ما قلت لكم انه راح نكون احنا في طول كريم ان شاء الله. طب يعني سيد سامر، ما طبيعة المعروضات التي سيتم عرضها من خلال المشاركة من قبل الشركات الفلسطينية والدولية في محافظة طول كرم اليوم والتي سبقها أيضا محافظات أخرى سابقا؟ المعرض بشارك معنا في ما يقارب 20 شركة فلسطينية، سواء نحكي شركات منتجة أو شركات مستوردة. في المعرض أكثر من 100 صنف، سواء منتج غذائي أو مواد استهلاكية، بناحية نحكي مواد تنظيف، استعدادات شخصية. في معنا مجموعة شركات خدمات. وكمان شغلة في المعرض موجودة انه في بعض منتجات لها علاقة في شهر رمضان كمان. نعم، المستهلك الميزات اللي راح يحصل عليها من خلال هاي المعروضات، هل في عروض خاصة، أسعار معينة ممكن انه يستفيد منها من ناحية الإقبال على الشراء؟ يعني واحدة من الشغلات اللي بنبنى عليها المعرض انه كيف المستهلكين يستفيدوا من المعرض. أول الشركات اللي بشارك معنا قسم كبير منها عامل حملات تذوق، الناس تقدر تذوق منتجات هاي الشركات مجانا. اثنين، الشركات اللي بإمكان المستهلك الشراء منها بشكل مباشر، الأسعار مخفضة وتشجيعية، يعني أقل من أسعار الجملة. وقسم كبير من الشركات عاملين برضو جوائز وسحبات يومية لزوار المعرض. وربما سيد سامر أيضا هذا يتوافق مع إقبالنا إن شاء الله على شهر رمضان المبارك، فهذه فرصة ممكن أن تغتنم من قبل المستهلكين. أكيد، يعني إحنا بندعي كل الناس إنه يزوروا وما يضيعوش فرصة، لأنه حتى لو ما بده يشتري اليوم بيقدر هو يتعرف على المنتجات الموجودة اللي لها علاقة بشهر رمضان. تذوق منتجات الشركات المشاركة، وزائد في شركات عاملين سحبات. بحكيت لك إنه في عندنا شركات عاملين سحبات يومية، وفي شركات عاملين سحبات على نهاية المعرض لكل زوار المعرض. يعني شارك، وربما إن لم يحصل على فرصة الشراء وإنما سيكون لديه إمكانية الفوز ممكن والتذوق والإضافة. لكن إذا ما ذكرنا مرة أخرى سيد سامر زمانا ومكانا في عقد هذا المعرض في محافظة طول كرم. كلام اليوم راح يكون الساعة 2 للساعة 8 في قاعدة النادي الثقافي. إن شاء الله يعني موفقين، ورح نكون بمتابعة وفرصة أيضا لمستمعينا ومشاهدينا في هذه اللحظات للمشاركة والاستفادة من العروض والشراء والتبضع لأجواء شهر الفضيل من المواد الغذائية والاستهلاكية. إذن تذوقوا مثل ما ذكر سيد سامر، وأيضا شاركوا وشجعوا المنتجات الفلسطينية بالإضافة إلى الشركات الفلسطينية الرائدة دائما وأبدا. شكرا جزيلا للمدير العام لشركة سمارت لإدارة الحدث والتسويق السيد سامر طاهر.